حسن بهليام فايتر وقد سلوان دايزر وتيقظ من نومك الطويل عصادرك ينجبر دواه تسلك من ضيقة الوعر وادك دابا تفوت وجد حملاتو سقسية والفي وسال هل العقول علاش ينفات يوري وقبل يجي لبعد جيل ارويك الراويك مارواه دون المكتوب في السطر. نجات اختي جمعة شتك موجدة شنو تمجدي؟ ايوا بلاتي نقدموا التحيه للمشاهدين بعدا راه غبرنا عليهم مده ما درنا معاهم شي فيديو. السلام عليكم المشاهدين ديالي كديرين بخير لاباس عليكم نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. رحنا غبرنا عليكم بالظروف كانت الوالده شويه عيانه داكشي علاش غبرنا لان راكم عارفين يعني ملي كيكون شي واحد مريض ولا شي حاجه راه ما تصدقاش لا كانا لا شي حاجه ولكن الحمد لله دابا راه ولات شويه واليوم ان شاء الله قلنا انا واختي جمعه نتحزموا شويه ونديروا لكم شي فيديو وين الاعجاب ديالكم غير الفيديو ديال الناس بساطين شي فيديو نعينا شوف انا دراوش دراوش وكنتقاسموا معكم غير الحاجه البسيطه على حساب الاستطاعه ديالنا وكنتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنعاود نلح على القناه ديالي الله يجازيكم بالخير كنتمنى من شي قناه الكبيره اللي تدعمني لانني انا اتصلت بزاف د القنوات وتقنا ما حدي الان بقى ما تقنا ما هداهم الله علينا واخا عاودت ظروفي واخا حكيت لهم كاع داكشي اللي كنعاني منه وباقي لي حدي الان حتى واحد ما تعاطف معايا حتى واحد ما حن عليا حتى واحد ونتمنوا من الله نتمنوا من الله شي قلب رحيم يتعاطف معايا والله راني محتاجه لهاد القناه ماشي غير شويه راه بزاف بزاف راه اقسم بالله العظيم الا محتاجه لها لواحد الدرجه ما كتصوروش ولكن كنتسنى حتى انا الدور ديالي لعل وعسى شي واحد نبقى فيه ويحن عليا لانني انا راه تنعاني ولكن الحمد لله اللي جات من عند ربي مرحبا بها ايوا هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم العسل جربتها وعجبتني ودابا غادي نتقاسمها معكم واختي جمعة عاوتاني غادي تتقاسم معكم رغيفات ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا بعد السلام عليكم مشاهدين لاباس عليكم بخير هذه لا اختي نجات ما كيبغيش نقطعك الله صافي اختي كنت بغيت نقدم التحيه للمشاهدين اكيد المشاهدين لاباس عليكم بخير كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونتمنوا تقبلوا على هذا الفيديو غنصايبوا انا ونجا اختي نجات ان شاء الله يا ربي انتم دابا كتشوفوا العسل غادي نديرو جوج زليفات ديال السكر سنيده وغادي نديرو معلقه صغيره ديال اتاي ونص حامضه والعويدات ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزعتر واحد العريشه ديال المانت كتجي مع الشبه العسل كتجي زوينه وهذا اللي عنده هذيك الصاك ديال اللي كيتباعوا بعشرة دريال هما اللي كيتقضاو فيهم شديتها غسلتها وقطعتها باش ندير فيها العشوب ديالي باش ما يخرجوش ليا وغادي نديرها في العسل ان شاء الله وغادي نحتاج شحال ديال الماء زلافه ونص ديال الماء مفهوم عندي جوج زليفات ديال السكر سنيده هي باينه كلشي باينه الشيء عندك ومعلقه ديال اتاي وحامضه
نص حامضة، نص حامضة، والعويدات ديال القرفة، هذاك الزعتر والسحتر، واحد شوي ديال المانت. بالنسبه اللي عنده الازير، اللي عنده كاع العشيبات هكا اللي مبلي بحالي كيدير العشوب، ينسمها بالعشوب كتجي زوينه. يلا ندوزو دابا باش نطيبو العسل ديالنا. غادي نخوي سكر. دابا ها نتوما غادي ندير اتاي هنا، السحتر والمانت، وغادي نحزمهم. غادي ندير نص حامضه والعويدات ديال القرفه. هو شحال مده كيطيبوا هادشي هذا؟ غادي نديرو الماء ودابا غادي ندوز باش بالنسبه لهاد اللون هذا، ما قلبت على شي لون بيض باش ندير لون بيض، ما عندناش، عندنا غير هادي درتها. واخا اللون ماشي مشكل، ديرها ما تيطلقوا ما والو. وبالنسبه للمده اللي غادي ديروا فيها، غادي ديروا العسل الطيب، غادي ديروها على عافيه مهيله، وانا كنخليها ساعه ساعه ونص على عافيه مهيله. وديك الساعه انا غادي نوريكم كيف ما تخليوهاش تجي جاريه بزاف، وما تخليوهاش تجي ثقيله. من الاحسن تجي جاريه، وملي كتطفيو عليها كتولي تبرد عاد عاد كتعقد وكتجي زوينه صراحه. ودابا غادي ندوز باش نطيبها، وباش ندوز عاوتاني نصور اختي جمعه تصايب لينا الرغيفات. وهكا غادي يدوز الفيديو ديالنا هاد العشيه، نديرو كاسكروط بالرغيفات وبالعسل. يا المشاهدين، يا المشاهدين، غفلاتني جمعه، راه قال لك كتسنى كتفرج في داك المسلسل ديال السبعه، شنو سميتو؟ ريحانه كتفرج في ريحانه، وانا جيت هكا باش ندير العسل الطيب. حبسنا التصوير، جات دغياني هشام، بدات كتعجن الرغيفات. وقولي لنا اختي شنو درتي فيهم؟ الطحين، ندير الطحين داك الحرج، تفين داك الفينو وطحن رطب، طحين الحرش ورطب ما درتيش فيه الزرع؟ درت فيه الزرع، ضروري كانت فيه الزرع انايا. درت شويه د الزريوه. قولي اختي المشاهده، ضروري كانت درت فيه الزرع، درت شويه د الطحين ديال الزرع، الطحين الزرع شويه على حسب كاين اللي كيبغي كاين اللي مكيبغيش. وهكذاك، وشنو درتي اخر؟ شويه د الملحه، شويه ديال الخميره ديال العجينه، وشويه ديال السكر سنيده. ربي داكشي عا شويه شويه ماشي او كيفاش كتعجنيهم خفاف؟ شويه ما بين وبين شويه خفاف شويه. والله الجمعه كيجيو الرغيفات ديالها كيحمقوا، كيعجبوني شويه. شو تحشمي شويه المشاهدين؟ هادشي عاد لا والله اللي كنت الرغيفات كتصرعيهم شويه اختي نجات شويه، غير ما تحشمي شويه المشاهدين. حادك يا اختي، حادك. انا قلت لك، قولي غنقول لخويا يزيدك في الصداق او لي يعاود لك الصداق من الاول، يعطيك الصداق ويجي يشري الشوا. ايوا الا كان غادي يعاود من وصل يجي عند الطريق توني من الدار. ولا لا نعاودو من الاول، ارجع للدار اختي، ترجعي لداركم اختي، نمشي نخطبوك عاوتاني من جديد. صافي واخا ان شاء الله. راكي حادقه تبارك الله. دابا اختي غتعجنيهم؟ غنعجنهم، خليهم يرتاحوا شويه هاكا، نرجعو نطلقوهم باش كيجيونا ساهلين زوين. هاك كتخليهم دابا، حتى تعلكيهم مزيان، ولا كتعلكهم غير شويه؟ انا كنعلكهم مزيان. كتعلكهم الجمعه راه عندها مع العليك، كندير شويه شويه بالماء كنبقى نعلك حتى هو ما صنع عليك انا. هاك يا اختي شتي، ها ما بقيتيش كديري العجينه ديالنا تشلح. دابا ولات كندير ديال الجبالة. يلا دير اختي تشلح، الحركه تشلح، هيا حركه تشلح. شتيها الحركه تشلح، شلوح هذيك دابا كنشوف شلوح بزاف كيعجبني بحال هكا شتي. ويلا اختي نخليك تعلكيهم. يلا ايوا حتى تعلكيهم. نعلكم ان شاء الله، ما بين المشاهدين كنطيبوهم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. يلا نخليك مع الحركه، يلا الرياضه. الرياضه 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 الرياضه.
المشاهدين ديالنا اختي جمعة علكات الرغيفات ديالها مزيان وهي دابا خلاتهم كيرتاحوا شحال تخليهم يا جمعة؟ ناضت هي زربانة باش تمشي تفرج في ريحانة ديالها شحال تخليهم؟ تخليهم 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق وغادي عادي تقطعيهم يلا ما تزابيوش ها نتوما المشاهدين ديالي ها العسل ديالي كطيب ايوا اختي جمعة على قولة الله اكبر غادي نقطع الفيديو ويلا ما تزابيوش اختي جمعة فين وصلتي اختي الملوي ديالك تبارك الله نتوما جمعة كتلوي كندير فيه ملوي الملوي وكتلوي شتي المشاهدين جمعة راه ما قدرتش تكمل في الكوزينه حين تبدا ليها المسلسل ديالها وهزات كلشي للصاله باش تفرج في المسلسل وتكمل انا شكمت بيك دابا انت كتسكت وتكمل عيطوا كل المشاهدين ما كاينش اللي غيضحك عليك غير خوتنا خوتنا اللي كيتفرجوا فينا وغير الناس المشاهدين المشاهدين ديالنا راه حنا ما كنخبعوا عليهم حتى شي حاجه هذه حمقه هذه حمقه هذه تبع المسلسلات لا لا نتبع مسلسل انا راه مازال نتفرج في المسلسل هي تفرج فيه وتبعتها حتى انا قلت لها غادي نصورك فين ما مشيتي غادي نصورك دابا انا هزيت الرحله اللي تبعتي ها هي نتوما كتشوفوا هزات رحيلها وجات لهنايا انتما طرقاهم هنا وباش تفرج وتكمل المليويات ديالها غتجي مي با كامله تلقى فيها الجوع نلقى ما قاموش يتبالوا الوالده وخويا راهما خرجوا والوليدات خرجوا يلعبوا شويه الوليدات ايوا حنا استغلينا الفرصه باش نتقاسموا معكم هذا الفيديو هذا ونجمعوا معكم شويه راه مده ما جمعنا معكم مده ما صورنا ايوا يلا اختي الحادقه يا الحادقه هي الحادقه ديالنا وتوقع ما حادقه غير كنزيدي كتبارك الله حادقه تبارك الله حادقه يلا اختي نخليك تكملي الرغيفات ديالك وانا غنمشي نشوف العسل ديالي فين وصل دابا راه العسل ديالي دابا تقريبا راه شي ساعه هو كيطيب ولكن على عافيه مهيله وراه ما بقى له والو غادي نطفي عليه واختي جمعة غادي تطيب المليويات ديالها ايوا هذا هو الفيديو ديالنا هاد العشيه نتمنى يعجبكم يلا ما تزربيش المشاهدين ديالي ها نتوما كتشوفوا الملوي ديال اختي جمعة تبارك الله يلا بديتي هذه الاولى ولا هذه الثانيه هذه الثانيه كتغفلني جمعة كتغفلني غير كدير هكا حيت علاش راه مبركه راه مسكينه فيها الجوع العجوزه ديالها فيها الجوع عجوزتي فيها الجوع والله يخليها لك اختي الله يخليها لك الله يشافيها امين يا ربي وتشافيها لينا ورا العسل ديالي راه وجد دابا نتقاسموا معكم راني حطيته كيبرد ايوا هذا هو الملوي ديالي يا وجد ايوا انت يا اختي اي واش تي كل وحده كتقول انا قلت لها العسل ديالي قالت لي حتى انا الملوي ديالي جات غيره ديالي الملوي بين وجدها وجد الملوي عندك غزال شويه وصافي اختي لا لا الملوي ما شاء الله شتي صافي السن بهليام فايتة وقد السلوان دايزة وتيقظ من نومك الطويل عسى ضرك ينجبر دواه تسلك من ضيقة الوعر وادك دابا تفوت رجت حملاتو سقسيه ولفي وسال هل العقول علاش ينفات يوري وقبل يجي لبعد جيل اختي جمعة يلا اختي ها الرغيفات ديال اختي جمعة ايوا اختي اجي هضري مع المشاهدين وقول لهم ها نتوما هضري على العسل وهضري على الرغيفات العسل ديالك باش نختموا الفيديو ديالنا العسل ديالك بالعسل والرغيفات انا رغيفه بالوجوج انتما كتشوفوا المشاهدين العسل ديالي
جيبي واحد المعلقه جمعه باش نوريو للمشاهدين كيفاش جات العسل. هي الاولى ها نتوما العسل والله كي جيت نقول العسل قلت العسل. ها نتوما ها العسل ديالنا كيفاش جات العسل حرة ديال الصندوق. هالملوي ديالي انايا وهالملوي ما شاء الله. شوف شوف ان الله يعجبكم. شوفوا تبارك الله انت كيف شوف 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 تبارك الله كتحل غير بوحدو. تبارك الله درت الملوي درت الرغيف شربت هكا هكا درت هكا وهكا. وهذا هو الفيديو ديالنا اللي طلينا عليكم بهذا الفيديو هذا ديال العسل والرغيفات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. يلا باي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله اختي جمعه. كنتمنى يعجبهم ان شاء الله هذه الملويات ديالي ويعجبكم ثاني العسيله ديال جات الحره العسل 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 الحر. ها نتوما كيفاش كتجي طايره هي هذه بحال العسل الحره جات كتجي غزاله حتى النكهه ديالها حنت معشبه ديال الزعتر والمانت جات معشبه غزاله. يلا باي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.